متابعي قناة أحداث وأسرار رياضة، أهلا ومرحبا بكم. سيواجه المنتخب المغربي في مباراته الأولى منتخب ناميبيا لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي تجمع كذلك منتخبي ساحل العاج ومنتخب جنوب أفريقيا في العرس الأفريقي 32 المنظم على الأراضي المصرية. وتشهد بطولة الأمم الأفريقية لأول مرة حضور 24 منتخبا، بالإضافة إلى أنها أول بطولة تقام في الصيف. ويسعى أسود الأطلس لتجاوز نكساته في الماضي في مبارياته الأولى وتحقيق الفوز في المباراة الأولى. وسنعرض عليكم خلال هذا المقطع التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي في مباارته الأولى أمام ناميبيا، والتي ستقام يوم الأحد في 3:30 عصرا بتوقيت المملكة المغربية على ملعب السلام بالقاهرة. والتشكيلة كما يلي: في حراسة المرمى منير المحمدي، حامي عرين ملقى الإسباني قد يعتمد عليه هيرفي رونارا، خصوصا بعد الأداء الغير مقنع للحارس ياسين بونو في المباريات التي لعبها مع الأسود. وعلى العكس تماما يظهر المحمدي مع الأسود بثقة كبيرة وبأداء عالي، لذلك من المحتمل أنه يكون الحارس الأول في كتيبة الأسود في كأس أفريقيا. في قلب الدفاع المهدي بن عطية، لاعب نادي الدحيل القطرية. رغم تراجع تنافسية اللاعب مؤخرا، إلا أن المدرب الفرنسي سيعتمد عليه في قلب الدفاع لحكم الخبرة والتجربة التي يتمتع بها قائد الأسود. في قلب الدفاع الثاني رومان غانم سايس، لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزية. من المحتمل أن يعتمد الثعلب هيرفي رونار على سايس في مركز الدفاع، خصوصا وأن اللاعب مروان دا كوستا كان يعاني من الإصابة التي قد تبعده عن المباراة الأولى. في مركز الظهير الأيمن الدفاعي نبيل درارا، لاعب نادي فنربخشة التركية. قد يعتمد هيرفي رونار على نبيل درارا كظهير أيمن رغم تراجع مستواه في المباريات الأخيرة، إلا أن المدرب ليس له خيار آخر بحكم أن اللاعب نصير مزراوي لاعب الأياكس عانى من التعب والإرهاق في بعض الحصص التدريبية الأخيرة. في مركز الظهير الأيسر أشرف حكيمي، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألمانية. سيعتمد عليه مدرب الأسود كظهير أيسر في مباراة ناميبيا، ويضمن اللاعب مركزه بشكل كبير لعدم وجود تنافسية على هذا المركز، بالإضافة إلى الأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب ومساهمته الهجومية الفعالة، ويتميز بسرعة انطلاقاته وإمداد الهجوم بالكرات. في مركز الارتكاز كريم الأحمدي، لاعب اتحاد جدة السعودية. تراجع مستوى اللاعب مؤخرا بسبب تراجع تنافسيته في الدوري السعودي، إلا أن المدرب هيرفي رونارا سيعتمد عليه كعنصر خبرة، ويجيد الأحمدي قطع كرات الخصم كما يجيد التمريرات الصحيحة وكذلك قيامه بالأدوار الدفاعية. في مركز الارتكاز الثاني مبارك بوصوفا، لاعب نادي الشباب السعودية. من المحتمل أن يلعب الثعلب هيرفي رونار على المخضرم بوصوفا في خط ارتكاز بسبب الخبرة التي يمتلكها اللاعب، ويجيد اللاعب الأدوار الدفاعية والهجومية في نفس الوقت. في وسط الميدان يوسف بالهندا، لاعب نادي جلطة السراي التركية. من المحتمل أن يعتمد عليه هيرفي رونارا لصناعة اللعب والاستحواذ على الكرة بشكل جيد وإمداد الهجوم بالتمريرات المفتاحية. في الجناح الأيسر حكيم زياش، لاعب نادي أياكس أمستردام. قد يعتمد عليه الثعلب الماكر في الجناح الأيسر الهجومية، مع ترك الفرصة له للتحرك بحرية في وسط الميدان للتسديد خارج منطقة الجزاء، وكذلك الاعتماد عليه لتقديم تمريرات مفتاحية للهجوم. وما يميز حكيم زياش هو قيامه بالأدوار الدفاعية، وسيكون اللاعب هو مفتاح اللعب ومحرك لاعب الأسود. في الجناح الأيمن الهجومية نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودية. سيعتمد عليه المدرب الفرنسي بشكل كبير في الجناح الأيمن، وسيترك له الحرية للتحرك في الجناح الأيسر أيضا،
مع تبادل المراكز مع زياش، ويتمثل دور المحارب مرابط في إمداد الهجوم بالعرضيات وقيامه بالأدوار الدفاعية أيضا. في رأس الحربة يوسف النصيري لاعب نادي ليغانيس الإسبانية، من المحتمل أن يعتمد عليه هيرفي رونارا كرأس حربة في ظل مغادرة عبد الرازق حمد الله وتراجع مستوى أبو طيب، مما سيكون إجباري تواجد هداف ليغانيس الذي يمتلك رأس ذهبية قادرة على تسجيل الأهداف. وبهذا انتهينا من التشكيلة المتوقعة لأسود الأطلس في مواجهته الأولى أمام ناميبيا عصر الأحد. إذن عزيزي المشاهد، شاركنا برأيك في خانة التعليقات عن النتيجة التي تتوقعها خلال مباراة المغرب ضد ناميبيا. لماذا الاشتراك في قناة أحداث وأسرار؟ بمجرد الاشتراك في قناتنا سنأخذك في عالم مليء بالمتعة والثقافة والترفيه. انضم معنا لملايين المتابعين شهريا، كن أول المتابعين لكل ما هو مشوق وغريب. فيديوهات ثقافية، ترفيهية، وثائقية ودينية. أحداث وأسرار، طريقك إلى المعرفة.